السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد درس جديد وهو نشيد غرد يا عصفوري للشاعر محمد يوسف المحجوب. شايفين العصفور الجميل ده اللي بيغرد يعني بيغني. يلا نشوف النشيد بيقول إيه. غرد غرد يا عصفوري، غرد والعب في البستان، غرد غرد يا عصفوري، غرد واصدح بالألحان. نقرأ مرة تانية. غرد غرد يا عصفوري، غرد والعب في البستان، غرد غرد يا عصفوري، غرد واصدح بالألحان. الشاعر اللي عمل النشيد ده بيقول للعصفور بتاعه غرد يعني غني، بيقول له غرد غرد يا عصفوري يعني غني يا عصفوري، غرد والعب في البستان بيقول له العب في البستان يا عصفوري، غرد غرد يعني غني، غرد واصدح بالألحان يعني ارفع صوتك وغني بالألحان الجميلة. هو ده النشيد بتاعنا. يلا نشوف بقى بعض معاني المفردات. ما معنى يغرد؟ يعني ايه يغرد؟ يغرد العصفور يعني يغني، يغرد يعني يغني. البستان معناها الحديقة. شوف ما مضاد، ما مضاد افرح، مضاد افرح احزن، مضاد جميل حاجة جميلة، مضاد قبيح. شوف ما جمع، ما جمع عصفور، جمع عصفور عصافير، جمع البستان، جمع البستان ايه؟ برافو، جمع البستان البساتين، جمع البستان البساتين. يلا بقى نشوف أسئلة عن النص. الألحان هي، الألحان هي الأصوات الجميلة ولا الأصوات القبيحة؟ الألحان دي أصوات جميلة ولا أصوات قبيحة؟ برافو عليكم، الألحان هي الأصوات الجميلة، يبقى الألحان الأصوات الجميلة. أين يغرد ويلعب العصفور؟ العصفور بيغرد وبيلعب فين؟ برافو، في البستان. يبقى يغرد ويلعب العصفور في البستان. بماذا يغرد ويصدح العصفور؟ الشاعر بيقول له غرد واصدح، يغرد بيغرد بإيه ويصدح بإيه؟ يغرد ويصدح بالألحان، يغرد ويصدح العصفور بالألحان. أكمل. يغرد نقط يا نقط، كمل هنا النشيد. غرد ايه يا ايه؟ غرد غرد يا عصفوري. كده الدرس بتاعنا خلص، وده اخر درس عندنا الترم ده. نتمنى نشوفكم في دروس تانية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.